من حلف على يمين يقتطع بها، أي ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كما في حديث من اتطع حق أخيه بيمينه. بيمينه يعني بيده اليمنى ولا بيمينه يعني أقسم يمينا؟ أقسم يمينا. لو كان بيده اليمنى يقول أطلع منها أروح أسرق إيش بيدي الشمال، لا يعني أقسم بالله أن الشيء فأنا حقي، وهو يعرف أنه كاذب، هذا يمين غموس، وإنما يحلف حتى يأخذ حقوق الآخرين. هنا في هذا الحديث لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث الآخر أيضا في الصحيحين، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وادخله النار. هذا وعيد شديد. لماذا الوعيد الشديد؟ لأن إذا الناس حلفت وكذبت واستهالت باليمين ضاعت حقوق، فلا بد أن يكون لليمين هيبة ووعيد شديد، بحيث واحد ما يحلف إلا متأكد. فجاء الوعيد الشديد إلا حرم الله عليه الجنة وأدخل النار. قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك. يقسم يمين أنه لي وهو له، أنه له وهو ليس بله أو ليس له، هذا الوعيد الشديد. نعم.